لا بد أن يشعر الإنسان بالسعادة تغمره وهو يشرف بزيارة هذه المدينة، هذه المدينة التي هي قاعدة قبائل زيان. هذه القبائل وما تحمله من معاني وقيم وأخلاق وتاريخ وما مثلته عبر عصور التاريخ من حضور قوي في هذا الوطن منافحة عنه وارتباطا بهويتهم فيه واعتزازا بانتمائهم إليه. عندما نذكر هذه القبائل الصيانية تتداعى أمام أعيننا شخصيات ورموز ملأت الأسماع والأبصار في عصرها ومثلت هذه القبائل تمثيلا مشرفا للمغرب كله عامة ولهذه القبائل بصفة خاصة. من منا لا يذكر إجابات المنافحة عن الوطن في هذا البلد بالخصوص الذين فرضوا أسماءهم وكتبوا وجودهم في تاريخ هذا البلد إذ وقفوا بصمود وإباء في وجه كل من حاول أو يحاول أن يتسلل إلى هذا الوطن إلى هذا العالم. يعني في هذه الجبال كانوا يمثلون أسود الأطلس، أسود الأطلس حقيقة. لا يمكن الحديث عن بطولة أهلنا وقومنا في هذا البلد العزيز، وما أكثر الأسماء التي فرضت وجودها وكتبت اسمها في سجل تاريخنا، وما أكثر العلماء أيضا والمفكرين الذين أنبتهم هذا الوطن وأنبتتهم زيان، بالخصوص علماء ودباء ووزراء وسفراء كانوا محط الأنظار وملأوا الأسماع والأبصار. من منا لا يذكر أبو القاسم الزياني الفقيه الوزير السفير الأديب الفقيه أيضا. من منا لم يقرأ كتابه الكبير بستان ورحلته في مهمة كبيرة مثل فيها دولته خيرة الدين في ترجماناته. أبو القاسم الزياني هذا سيبقى حيا، ولكن ينبغي أن ننبه أجيالنا الصاعدة ونذكر أمامها مناقب هؤلاء الرجال الفضلاء الذين بفضلهم
بقي هذا المغرب مغربا معتزا بهويته. لا بد من يزور قاعدة بلاد زاير خليفة أن يستحضر أنه ليس في مدينة عادية بل هو في مدينة شامخة مثقلة بالتاريخ مثقلة بالعقل. هذه واحدة. الثانية هي أنه لا بد ونحن نحضر في هذه الندوة العلمية الحديثية المباركة أن نتذكر أن هذه الندوة لم تأتي من فراغ ولكنها تستنشق قوة التاريخ وعبيره من هؤلاء الذين ملأوا هذه الديار علما ومروءة وبطولة وإخلاصا. لذلك لا بد أن أحيي المجلس العلمي المحلي لخليفة على اختياره لهذا الموضوع، موضوع السنة النبوية ودور المغاربة في حماية والذود عنها. هذه هي حلقة واحدة أو حلقة واحدة من حلقات مرت وكلها تشتغل على سنة الرسول الأكرم صلى الله عليه وسلم على الحديث النبوي الشريف. ربما وصلنا إلى الحلقة الثانية عشرة، الحلقة الثانية عشرة ونحن نخطب مع سنة مصطفى صلى الله عليه وسلم في هذه القاعدة في خنيفرة هذه التي ينطلق منها صوت سنة الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم وحديث المصطفى صلى الله عليه وسلم. لذلك يحق لنا أن نهنئ هذا المجلس على هذا الاختيار الموفق الذي ركز على الأصل الثاني من ديننا الحنيف بعد القرآن الكريم سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. سيما ونحن نعيش فترة من التاريخ نحس بأن هناك تحرش كبير، هناك عدوانية كبيرة على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى حديث المصطفى صلى الله عليه وسلم. فأنت البارية خنيفة لرفع لواء سنة المصطفى الكريم وراية الحديث النبوي الشريف في هذا الوقت بالخصوص. تبقى هذه المدينة برجالاتها وبنسائها وبفضلائها تصدت للنضال عن قيم هذا الدين كما تصدى رجالاتها ونسائها للذود عن الوطن وعن استقلال هذا الوطن. إن حديث الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم تولى خدمته والنظر في كل جوانبه علماؤنا منذ عصر الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم منذ عصر المبعث، والمسلمون مهتمون بحديث الرسول الكريم وقفوا أمام قضية كتابته وناقشوا هذا الموضوع مناقشة طويلة
واستطاعوا أن يتجاوزوا هذه المشكلة في عهد الخليفة عمر بن عبد العزيز رحمه الله، عندما ندب العلماء في عصره لكتابة حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكلف بذلك كبار علماء الإسلام في عصره ليتولوا النظر في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم كتابة وتدريسا. ومنذ ذلك الوقت، منذ ذلك العصر، يعني في أواخر أو على رأس المئة الأولى من هجرة الرسول عليه الصلاة والسلام، والمسلمون يشتغلون بحديث الرسول عليه الصلاة والسلام وبذل في جمعه وتنقيته وتصفيته من كل الشوائب، وتصدى لذلك فحول العلماء وتناولوا هذا الموضوع بعنايتهم الفائقة، فخلصوا حديث الرسول صلى الله عليه وسلم من كل ما قد كان يمكن أن يصيبه في تلك المرحلة من تشويش عليه ومن اختلاط حديث الرسول الذي هو وحي، لأن حديث الرسول الكريم هو وحي أيضا، وحي غير متلو. إذا كان القرآن هو الوحي المتلو الذي نتبرك ونتعبد الله بتلاوته، فإن الوحي الثاني الذي هو الوحي البياني الذي صدر من الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، والرسول الكريم كما قال الحق سبحانه وتعالى لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. ولذلك قال العلماء الكرام رحمهم الله عليهم وهم يناقشون هذا الموضوع الحديث، عندما نظروا في حفظ القرآن الكريم، القرآن الكريم تولى الله سبحانه وتعالى حفظه عندما قال إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، هكذا قال الله سبحانه وتعالى. العلماء استنبطوا أن السنة النبوية والحديث النبوي أي الوحي البياني هو أيضا محفوظ كحفظ القرآن الكريم، وأطلق كلمة رائعة الحافظ ابن حزم رحمه الله عندما قال القرآن السنة النبوية والحديث النبوي الشريف هو محفوظ كحفظ القرآن الكريم، وقال الله سبحانه وتعالى قال إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، وقال القرآن الكريم في السنة النبوية وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليه. الذكر هنا في هذه الآية وأنزلنا إليك الذكر لتبين يقع على السنة النبوية على الحديث النبوي الشريف. فإذا الذكر تولى الله سبحانه وتعالى حفظه قرآنا وسنة، هكذا يقول الحافظ ابن حزم. فإذا هذه السنة التي نجتمع اليوم في إحدى حلقاتها، مرت قبلها حلقات طيبة مفيدة تؤسس لنهضة حديثية في هذا المغرب. هذه النهضة الحديثية هذه المرة نتمنى أن تكون منطلقة من قاعدة زايع من عرفة، نحن
يجتمعوا الآن لدراسة السنة النبوية والنظر في حديث الرسول عليه الصلاة والسلام في الخلفاء، وليس في فاس ولا في مراكش ولا في قرطبة ولا في دمشق ولا في بغداد، لا هنا فخلفاء. إذا هذه المدينة المناضلة عن الوجود الحقيقي، الوجود المادي والوجود المعنوي والروحي، تتحرك اليوم لتعلن بأنها لا تدافع فقط عما هو مشاهد ومرئي وملموس، ولكنها تدافع عن القيم المعنوية أيضا وسفر رايتها. العلوم الإسلامية كما قالوا فيها ما قالوا فيه، فيها ما طاب ونضج، ولكنه لم يحترق، وفيها ما هو بصدد أن يواصل النضج والإنضاج، ومنها ما نضج حتى احترق. ولعله يريدون بالناضجة المحترقة حديث الرسول عليه الصلاة والسلام، لأن العلماء تناولوه من كل زواياه ومن جميع أطرافه، وتصدى له فحول العلماء والنقاد الكبار ونضال العلم في الإسلام. أحاطوا هذا العلم بالحفظ والرعاية والفهم والتفسير والنشر، ولا عجب في ذلك لأنه مصدر لتشريعنا، نأخذ منه أحكامنا. لذلك وقف العلماء بهذا الموقف الجليل لصيانة حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وضعوا لذلك من القواعد والضوابط والمعايير ما أذهل الباحثين المعاصرين عندما ينظرون في النقد عند علماء الإسلام. فالنقد عند علماء الإسلام سابق على النقاد المعاصرين والمحدثين. ولمن يشك في ذلك ما عليه إلا أن يرجع إلى علماء الحديث الذين أصروا وأسسوا منهجا نقديا لمعرفة الأخبار وصيانة الأخبار، فدققوا في الرجال الرواد لهذا الحديث، ووضعوا علما خاصا بالرجال سموه علم التاريخ وعلم الجرح والتعديل. علم الجرح والتعديل أي أن يذكروا الراوي، أن يفحصوا ذلك الراوي، فلا يسلمون إلا لمن كان سالما تماما، وكل من فيه شبهة يبعدونه عن الرواية وعن نقل حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. إننا نعرف أسماء كثيرين من هؤلاء الفضلاء الذين أسسوا هذا العلم وصانوه رحمة الله عليه ووضعوا له منهجه، ولعل من روادهم الكبار وأستاذ الأساتين هو الإمام مالك رحمه الله. الإمام مالك من أنس، وهو سيد الفقهاء في عصره وحامل لواء البحث والترغيب والأمانة العلمية، هو الذي اختاره أهلنا وقومنا ليتخذوا
اجتهاده منهجا له ومذهبا له. إمام مالك ليس فقط فقيها ولكنه محدث كبير، وليس فقط محدثا ولكنه من النقاد الكبار في الحديث النبوي الشريف. فإذا نحن اليوم بإزاء عملية يمكن إن شاء الله أن تصبح في المدى القريب، إن شاء الله في المدى القريب أن تصبح حقيقة علمية، وأن نتحدث عن المحاولات والاجتهادات التي يبذلها علماء هذا الإقليم، ومعهم طبعا علماء الأمة المغربية قاطبة، لأن النظر في هذه العلوم يشترك فيها علماؤنا جميعا. لا حاجة إلى التأكيد بأن المغرب أصبح دار حديث، وأنجب علماء كبار محدثين كبار. وهنا أتوجه إلى المجلس العلمي لهذه المدينة، المجلس العلمي المحلي، وإلى الأستاذ رئيس هذا المجلس وأعضاء هذا المجلس وعضوة هذا المجلس أن يدخلوا في برنامج عملهم فقرة أتمنى أن نسمع الحديث عنها إن شاء الله قريب، وهو جمع كتابي عن محدثين المغرب، المحدثين في المغرب، عن المحدثين في المغرب منذ أن أشرقت شمس الإسلام على هذه الديار، ومنذ أن بدأ علماؤنا ينتجون العلم. في البداية كان علماؤنا يستوردون العلم من المشرق، لأن المشرق هو مهد هذه الثقافة الإسلامية. فعلماؤنا كانوا يرحلون إلى المشرق لأخذ هذه العلوم انطلاقا وامتثالا لقول الله عز وجل: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. فانطلق طلبتنا منذ وقت مبكر جدا، انطلقوا نحو المهد الأول للإسلام للقاء العلماء والأخذ عنهم، ثم رجعوا. العلماء الذين كانوا يملؤون الساحة في المشرق الإسلامي، علماؤنا وطلبتنا الذين رحلوا إلى المشرق رجعوا إلى وطنهم وهم يحملون زادا علميا سخيا، ليس فقط في الفقه، لا، في الفقه وفي الحديث وفي اللغة وفي كل العلوم التي أثمرت في المهد الإسلامي الأول، والتي كان لها ظهور وقوة وامتياز في تلك العصور. رجعوا إلى بلدهم، ولكنهم ما لبثوا أن بدأوا ينتجون العلم، لم يكتفوا فقط باستيراد العلم، لا، لا، استوردوا ونظروا في مستوردوه من علوم وفحصوها وصفوها، ثم انتقلوا إلى المقام الثاني وهو إنتاج العلم. ولذلك ظهرت مدرسة في هذا الغرب الإسلامي، عندما نقول الغرب الإسلامي نقصد بذلك شمال إفريقيا والأندلس، هذا هو الغرب الإسلامي. نشأت مدرسة في هذا الغرب الإسلامي
كان فيها هذا الغرب الإسلامي عبارة عن وطن لأهل هذا الغرب الإسلامي، يتنقل فيه العلماء وطلاب العلم بين أقطاعه دون حاجة إلى جواز سفر ولا إلى تأشيرة، يمرون فكل الأبواب مفتوحة في وجه العلماء. ولذلك كنا نجد أن العالم ينتقل من قرطبة إلى فاس وإلى مراكش وإلى تلمسان وإلى تونس والقيروان وهكذا. كان هذا الغرب الإسلامي عبارة عن سوق علمي كبير يتنقل العلماء بين أرجائه في كل أطرافه. ولذلك نشأت مدرسة علمية مغربية، أو هي نسميها هكذا، نقول هي مدرسة الغرب الإسلامي، هي مقابلة لمدرسة المشرق الإسلامي أو الشرق الإسلامي. فإذا هناك مدرستان تتنافسان، لا تأتي المدرسة المشرقية بشيء جديد إلا أتت مدرسة الغرب الإسلامي بمثله أو بأفضل منه، وكان التنافس على أشده. إذن هذا الغرب الإسلامي أصبح مدرسة، وأصبح علماؤه ينتجون العلم في كل فنونه، بما في ذلك الرياضيات والطب والفلك والجغرافيا والتاريخ وما شئت من كل أصناف العلوم التي يحتاج إليها الإنسان في حياته. ودار النبغاء الكبار نعتز بهم ونفاخر، ولذلك نرى أن هذه الحركة التي تحركت هنا في قائدة قبائل زاير خنيفرة، هذه خنيفرة ستتحول إن شاء الله إلى قبلة للعلم ولسنة الرسول عليه الصلاة والسلام في القريب العاجل إن شاء الله. إذن نحن الآن بصدد إعادة بعث المدرسة الحديثية، مدرسة الحديث التي كان لها روالها. لذلك أطلب من الأخ وضع معجم لعلماء الحديث في هذا البلد، بالخصوص منذ أن بدأ علماؤنا ينتجون وبدأوا يصنعون الرواد الكبار. أنا أقول هذه مدرسة الغرب الإسلامي تميزت بأنها لم تكن مقلدة للمدرسة المشرقية. فلما نظر علماؤنا فيما استوردوه من علوم المشرق وانكبوا وعكفوا على دراستها وقراءتها وفهمها، بدأوا ينتجوا وبدأ علمهم يصل إلى المشرق، بدأ إنتاجهم العلمي يصل إلى المشرق، وبدأ علماء المشرق يقرؤون عطاء مدرسة الغرب الإسلامي وانبهروا. لم يقولوا لأن هذا العلم جاء من المشرق، ولكن جاء في شكل معين وهو الآن يرجع إلى المشرق. علماء المشرق عندما قرأوا ما ورد عليهم من الغرب الإسلامي لم يقولوا هذه بضاعتنا ردت إلينا كما يقولون، لأنهم وجدوا شيئا جديدا، وجدوا نفسا جديدا، وجدوا فكرا جديدا، وجدوا اجتهادا جديدا. ولذلك رحبوا وفتحوا أحضانهم لهذا العطاء، عطاء مدرسة الغرب الإسلامي. أريد أن أقول أيها الفضلاء، نحن مدرسة علمية راسخة في كل العلوم التي يحتاج إليها الإنسان. وإذا كان المغرب اليوم يتجدد ويجدد أدواته، والذين جاءوا من بعده أصبح المغرب
مدرسة حديثية رائعة. وبقي الاهتمام بعلم الحديث ممتن عبر العصور، لم يقف عند حدود الدولة الموحدية، ولكنه مر وشق طريقه عبر العصور وازدهر أيما ازدهار في اعتبارين الدين، حيث ظهر ذلك الاهتمام الفائق بالعلم وبطلاب العلم وبالمدارس العلمية في المغرب الإسلامي. ويكفي أن نذكر أن أبا الحسن المريني عندما رحل إلى قام برحلة إلى تونس، حمل معه في السفينة التي انتقل فيها من المغرب إلى تونس 400 عالم من فقاهة العلماء الكبار، 400 عالم مع أبي الحسن المريني في السفينة التي رحل فيها إلى تونس. فإذا كان هذا السلطان حمل معه في رحلته 400 عالم، فكم ترك في المغرب من العلماء، وكم كان في المغرب من العلماء؟ إننا لا نعرف إلا العدد القليل من علمائنا وعالماتنا. ولما ننتقل إلى عصر دولة الأشراف التي قامت على خدمة الملة والدين والعلم والمعرفة، علماؤنا وكل ملوكنا كانوا علماء كبار. ظهر الاهتمام من جديد بالحديث النبوي الشريف، وبقي هذا الاهتمام عبر الملوك الذين حكموا المغرب من هذه الدولة الشريفة. ولا بأس أن نقف قليلا أمام عهد مولانا الحسن الثاني رحمه الله، فإن عادة ملوكنا أنهم كانوا خلال شهر رمضان ينظمون دروسا حديثية في القصر، داخل القصر يحضرها علماء الأمة ولا سيما الراسخين منهم، ولا سيما أولئك القيمة الشامخة من العلماء، وكانوا يتحدثون أمام الملك ويناقشون شتى الموضوعات. لكن عندما تولى الحكم مولانا الحسن الثاني رحمه الله أخرج هذه الدروس التي كانت تلقى في الداخل وكانت مغلقة، أخرجها إلى الوجود وأظهرها ليشاهد الناس علماءهم وهم يتكلمون ويبسطون الآراء النيرة في دراسة القرآن الكريم ودراسة السنة النبوية الشريفة. فخلال شهر رمضان كانت تقام هذه الدروس الحديثية، وما ذلك إلا مظهر من مظاهر تلك الوراثة التي توارثها ملوك المغرب خلفا عن سلف. في أحد هذه الدروس الرمضانية التي كانت تلقى أمام الحسن الثاني رحمه الله، مرة في أحد الدروس سأل العلماء بعض العلماء الذين كانوا يحضرون معه، سألهم
في هذا، هل يوجد في المغرب الآن رجال الحادي؟ هل عندنا محدثون كما كان الأمر من قبل؟ فقالوا له: يا أمير المؤمنين، إن عدد المحدثين اليوم أصبح قليلا، فعددهم قليل جدا، فينبغي تدارك هذا النقص الذي يوشك أن يضر بملك المملكة من علوم الشريعة، بعدما كان المغرب خاصا بفضائل العلماء. فعندئذ أسس مؤسستين للحديث النبوي، هي مؤسسة دار الحديث الحسني، تأسست في عهد الحسن الثاني من أجل دراسة الحديث النبوي الشريف. هذه هي نية مولانا الحسن الثاني رحمه الله، أن هذا المغرب ينبغي أن يحافظ على موروثه في هذه العلوم، وأن ينتج المحدثين الذين يحافظون على هذا العلم. لا أدري إن كان إصدار الحديث الآن قد حققت ما أراده مولانا أمير المؤمنين أم لا، إننا ننتظر، ولكن لا بد وقد تسعى نطاق المؤسسة العلمية في الغرب في هذا المغرب، إذ أصبح عدد المجالس العلمية الآن يتجاوز 80 مجلسا، بما دون أن ننسى المجلس العلمي في أوروبا أيضا هو تابع للمجلس العلمي الأعلى الذي يتأصه مولانا أمير المؤمنين بنفسه. فهذه المجالس أيضا لا بد أن تقوم بمهمتها في الحفاظ على الموروث العلمي المغربي، أن تجدد، ولكن لا بد أن تحافظ على القديم. ولذلك عندما نرى هذا الورش المفتوح هنا في هذه المدينة التي ظن الكثيرون أنها بعيدة عن علم الحديث، عندما نحضر في هذا الموسم الحديثي العلمي في هذه المدينة التي تصدت لحمل لواء الحديث النبوي الشريف، فإنه لا يسعنا إلا أن نتفاءل بأن صحوة حديثية مباركة سيشاهدها أو سيشهدها المغرب في القريب غدا إن شاء الله، وإن غدا لناظره قريب. أتمنى أن لا أكون في هذه الكلمة قد أطلت، ولكن لا بد أن نذكر الفضل للذين يشتغلون بهذا النفس ويحققون فيه حسن الظن. مولانا أمير المؤمنين، أنا سيدي محمد السادس أعزه الله، الذي مدد شبكة المجالس العلمية فجعلها تنتشر في المغرب كله، وليس هذا فقط، ولكنه فتح أبوابها في وجه العالمات أيضا، فأصبحت المجالس العلمية ليست خاصة بالرجال، ولكنها أيضا فتحت أحضانها للعالمات السيدات الفاضلات، الذي لا أغتنم هذه الفرصة لأقدم لهم تحية كبيرة على ما أظهرناه من نشاط كبير، عالمات ومرشدات وواعظات، وما حملناه من أمانة حلا صحيحا، وما ذلك إلا من أجل إحياء أمجاد هذا المغرب. المغرب إن شاء الله يملك ويعمل على أن يكون سيد نفسه في كل شيء، وأن يكون له اكتفاء ذاتي المادي والمعنوي، وأن يكون مدرسة يتجه إليها الآخرون من شتى الآفاق. أستسمعكم على هذا.